هيك كانت أجواء تحضيرات مسرحية السيرك السياسي. التركيب إذا بدك هذا العرض كان ممتع يعني إنه بالتأليف بالتركيب بالبروفات بالكذا، الموسيقى اللي عم نعملها والحكي اللي عم نقوله هلا والعرض وكل لعبة التركيبة كلها حابين اللي عم نقوله، فكان ممتع يعني. لا أكيد مثل كل عرض كبير شوي هذا متعب والتكنيك بيكون فيه كتير صعب مثل هلا مثلا، بس إنه أوفرول كان كتير روعة. تميزت التحضيرات بغنى وتنوع مسرحي كتير كبير، منعرض، موسيقى، أوركسترا، سيرك، تمثيل وإضاءة. نحن مطعمين الأوركسترا اللي هي بكل أقسامها، يعني بالودوينز، البراسز، البركاشن والسترينج ساكشن، مطعمينهم بأنون وناي وطبل ودف، ومعنا درامز، ومعنا بيانو، ومعنا صبية بتلعب ساوند إفكتس. حلاوة العرض المباشر أنه يكون مباشر، وإلا واحد ممكن يسمعه بالسيارة أو بالبيت يعني، فهيدي أهم نقطة أنه عم نأدي كل الأعمال، كل التوزيع، كل العرض عم يكون مباشر، وهيدي حلاوتها وهيدا اللي بيميز هذا العمل عن كتير أعمال عن أخرى عم تنعمل. يمكن السيرك السياسي مسرح بالنوبازي، السيرك السياسي مسرح بالنوبازي، في لحظة رح يكون عرض كتير حلو. كونوا على الموعد وكونوا كتار.